قرر البنك المركزي مد العمل بالقرارات الاحترازية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا حتى نهاية يونيو المقبل في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتضمنت القرارات الاستمرار في إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه، وإلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدية، وذلك للتخفيف على المواطنين وتنشيط الاقتصاد القومي.